بتعمل ايه لما النور بتقطع؟ هنعمل ايه؟ هنعمل لندا بازازه وننور. جيبوا لندا ازاز؟ ايوه لندا بجاز على طول. هو مش بقول لك الناس هتنور لندا معوين؟ طب وهجيب الجاز منين ما فيش جاز؟ من اي حته. مرسي بشع جاز. طب بتقول ايه المرسي بقى؟ الله يسهل له. هنعمل له الله يسهل له مرسي من الشعب اللي وراها اللي قلب الدنيا. طب وانت شايف ايه الحل في قطع النور؟ الحل يحلها ربنا. بيقطع بالساعات مش ساعه، ساعتين وثلاث. انت رايك فيه ايه الحل بقى؟ انت شايف ايه الحل؟ الحل ان هم يشوفوا لهم حل. هم انا هشوف انا حل وانا بايديا حاجه. طب بتعمل ايه النور ما بيقطع؟ بولع شمع. مش الحلول الجديده يحل اي حاجه؟ اللي هو الكشاف مثلا؟ ما عندناش والله كشاف. اكذب عليكي، معيش، ما اقدر اجيب كشاف. طب الاجهزه الكهربائيه اتاثرت لما النور كان بيقطع ولا ما اتاثرتش؟ الاجهزه الكهربائيه كانت بتتاثر ساعات بتبوظ. والله عندي الثلاجه باظت وهي مش عملتش حاجه. اعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. لما النور بيقطع قلت حسب الله ونعم الوكيل. في كمان يجي الليل كده مفيش حد عنده اي حاجه في بيته، يبقى في اطفال صغيره بتتضايق بتعيط بتحط. في مناطق هنا مثلا بتبقى نص ساعه، في مناطق تانية بتبقى 3 4 ساعات. ف بيضايق ناس كتير، وخصوصا الجو صيف جامد. ف حتى لو كنت النهار برضو الناس نفسها في النهار اي هواء مروحه شغلوها حاجه شغلوها، فبتبقى بتضايق الناس كلها. بجانب بقى في مصانع وشركات بتبقى معتمده على الكهرباء، فبتوقف حال ناس كتير برضو. انت شايف لما بتعمل ايه بقى لما النور بيقطع؟ بطفش من البيت. كهرباء غلط غلط، يبوظ كل حاجه وبيحرق الثلاجه واي حاجه. انت عملت ايه لما الثلاجه بتاعتك اتحرقت؟ والله ببقى قاعده مخنوقه، يعني هعمل ايه؟ انا ست بكلم اداره الكهرباء اقول له معلش غصب عني، هعمل ايه يعني؟ واحده ست لوحدها هعمل ايه؟ النور لما بيقطع حاجه بتعرف تحاولوش تعملي حاجه يعني؟ احنا بص دي لمبه يا شمعة. نور اعمل شمعة. لما احط شمعه او كشافه ما بي يعني التشفير الكبير ده ما بيشد يعني، ما بيسدش النور. النور يعني لما الكهرباء تقطع اساسا ما حدش شايف الشمعه هي فين اساسا؟ ما عارفه الملايين ده فجاه بص ليه بقى لهم الناس شاف شجار عشان يشيل ولاعات وكباريت يجيبهم يدور ولا يطلعوا يجروا على طول. ربنا موجود يا ماما. طب الحل ايه؟ حاجه في قطع الكهرباء. الحل ان يجي واحد يخاف على البلد، شاب يخاف على البلد وهو يعمل للبلد، مش عشان حزب ولا عشان اهل ولا عشرته ولا الكلام ده، لا ده عايز لما تكوني انت مثلا خلفت عيال بتموتي نفسك عشان تربيهم، هو اللي يجي مصر يبقى كده. طب احنا نحل مشكله النور ازاي؟ النور بيقول لك عايزين كم مليار جابوه من القطر ب 3 مليار وما حلوش برضو المشكله. سمعت انت لمس امبارح طلبوا 3 مليار من قطر جابتهم بعد عذاب، وقالوا ده عشان نحل مشكله النور. وما فيش حل ولا حل ولا مال. تقطع الكهرباء هناك اسال اي حد ساكن في المساحه يقول لك مش كهرباء بتقطع. ليه تقطع في المهندسين والكهرباء والمساحه؟ لا عشان عندي يعني ما هو ساكن فيها. اسال اي حد كده من مجال المساحه اقول له في كهرباء بتقطع هنا وانقطعت بتقطع قد ايه وقت؟ زي المناطق هنا، زي المناطق الشعبيه تلبرم. وبعدين يا عيني كمان زي ما قالت لي دلوقتي الثانويه العامه. يعني بص مشكله جامده، ناس كتير دلوقتي في الثانويه العامه حتى لو ذاكر على اللمضه ولا اي حاجه نظره بيطفى. ما ينفعش يا بابا. وكان زمان ناس غلابه بيعملوا كان لمض زمان، كان عارفين متأقلمين على كده. كنت تجيب عيال بكمبيوتر وانترنت وجايه تقول لهم ذاكروا في الضلمه، في ضلمه ايه ان شاء الله؟ احنا بنطلع لورا ولا بنيجي لقدام؟ البلد ضايعه يعني، كل حاجه غليت وكل حاجه وحشه وكل واحد غش يعني اي حاجه. العيش اتغش وكل حاجه اتغش عشان مش لاقيين رقيب. يعني حاولوا تتكيفوا مع الوضع، لازم الانسان يتكيف مع الوضع. امال الانسان فرق ايه بينه وبين الحيوان؟ الانسان ان هو بيتكيف مع البيئه اللي بتاعته. احنا بس لازم نكيف نفسنا ان ما فيش نور، ده امر واقع. تعملي ايه؟ هو كده تصرفي بقى. قطع الكهرباء ده شيء عذاب صراحه، خصوصا في الحر بيكون عندك اطفال صغيرين عايزه طبعا تغيريهم، عايزه تاكليهم. انت جايه من الشغل اساسا تيجي تلاقي النور قاطع، عايزه تعملي اكل، عايزه تقومي طلبات بيتك، مش عارفه تعملي اي حاجه. انا هقول ايه اكتر؟ بتعملي ايه بقى لما النور بيقطع؟ هنعمل ايه؟ هنفتح الشبابيك ونفضل يعني معذبه معذبه نفسي والطفل عايز يبص من الشباك عشان خاطر شويه هواء. انت بقى تفضلي واقفه ماسكه ابنك بتدلدلي كده من البلكونه. مش كنت عايز اعرف ايه راي حضرتك قطع النور متكرر وبيأثر عليك ولا لا؟ مش طبيعي لازم يأثر. يعني الثلاجات دي ما هي شغاله وفيها اسماك وفيها لحوم،
فلازم يأثر عليه طبعا. يعني مثلا لو قطعت الكهرباء اكتر من ساعه او ساعتين مش الحاجات دي بتسيح، والحاجه المجمده لما تسيح بتتجمد تاني طبعا ده خلاص هي تلفت. شايف حضرتك ايه الحل؟ ايه الحل؟ ده الحل في ايد الحكومه مش في ايدنا احنا.